إلى عاصمة عكار حلبة توجهت كاميرا نورث ميديا نتورك لتغطية حملة تحت عنوان الخيمة خيمتك. هالحملة يلي نظمها اتحاد كشاف لبنان بالتعاون مع المنظمة العربية الكشفية، وهالنشاط الإنساني بيهدف لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في عكار. We have come a long way. We have come from Europe, from Germany, in order to pay respect to the people of Lebanon, in order to pay respect to the guests here in this area in the north of Lebanon. You can be very happy and proud what you're doing for your guests. We are very much touched of the hospitality and how you received your guests with open arms and you share what you can share. You decided to go the way of light, of caring and sharing and loving your neighbors. This is a fantastic achievement, and we being scouts support you in doing so. We wish you all the very best and we'll come back. Thank you. احنا اتينا وبشرفنا انه نآزر اخواننا واحبابنا في لبنان، بنشارككم مؤازرتهم وترحيبهم باخوانهم السوريين اللي اتوا الى هذا البلد لانهم حسوا بانه هنا المزيد من الامان والمحبه. حاولنا نغطي منطقتين هالمره بهالمحاوله، المنطقه الاولى كانت بجنوب لبنان واليوم بعكار بشمال لبنان، على امل ان شاء الله انه عندنا نسعى كاتحاد وكجمعيات كشفيه وطنيه لنعاون اخواننا السوريين ونعمل اي اتصالات نقدر نوفر. واخترنا لهالحمله عنوان خيمتي خيمتك باعتبار الكشاف رمزه الخيمه. كانت فرصة لنا لجمعية كشف العربي ان احنا نقوم بها الحملة هاي، والحمد لله القادة الجمعية كلها في عكار وفي كل لبنان موجودة هون لإقامة هاللقاء او لإتاحة الفرصة لتنفيذ هاللقاء بإشراف اتحاد كشف لبنان ودوري والمنظمة الكشفية العربية. تخلل النشاط رفع الخيم وتجهيزها إضافة لأنشطة وألعاب ترفيهية للأطفال، وجرى بالختام تقديم المساعدات الغذائية والعينية للنازحين. يذكر أن هذا النشاط هو بدعم الصندوق الكشفي الدولي. هي محاولة أو مبادرة إنسانية بحتة، لكنها على بساطتها قد تعطي بصيص أمل للسوريين وتعيد البسمة على وجوه أطفالهم. من مخيم النازحين السوريين في حلب عكار، حسن هاشم، نورث ميديا نتورك.